الاستاذ الدكتور سلامه داوود، عليك الاستاذ الدكتور محمد مهند، عليك الاستاذ الدكتور ابراهيم نصار، عليك الاستاذ المهندس طارق نوران، اساتذتي الكرام الدكتور سيد سليمان، الساده الحاضر الزملاء الاحباء. شرف لي وان وانا ابن جامعه الازهر ان اكون موجود بكم النهارده في هذا المؤتمر الهام للغايه، وهو المؤتمر الثالث. وفي نفس الوقت بعد هذه التحيه للاستاذ الدكتور ابراهيم نصار على المجهود اللي موجود في هذا القسم والطفره اللي موجوده فعلا في الوقت الحالي بفضل مجهود ومجهود الساده الاساتذه الكرام. النهارده لو هنتكلم في القطاع الكهرباء وتعلم التطور الرقمي اللي فيه، فالموضوع مجالات كثيره جدا. فبصفه شغلي انا اشغل وظيفه وكيل وزاره الكهرباء رئيس قطاع الشبكات شبرا، فهتكلم زي ما اتحدث في تحول رقمي داخل وزاره الكهرباء ضخم جدا، فمن الصعب جدا ان احنا نقدر نتكلم عن كل حاجه. فهنتكلم فقط عن شركه شمال القاهره، وهي احدى شركات وزاره الكهرباء. في محتويات النهارده هتكلم بسرعه كده عن مراحل التطور في خدمه توصيل التيار الكهربي، تعقيدات اخر مراحل الفواتير وانواع العدادات والعدادات الذاتيه والتحكم الجاري. احنا زي ما احنا كنا عارفين ان احنا بدايه التعاقدات كانت بتتم بنظام ورقي، حاليا كل حاجه بتبقى كمنصه الكترونيه بقى اقدم واقدم ورقي واعمل فقط. حضور حضرتك في الوزاره او في الشباك اللي انت تابع ليه، انت فقط بتيجي تمضي على التعاقد اللي هيتم بينك وبين شركه الكهرباء، وبتقدم اصول المستندات بتبقى ممكن تكون زياره واحده فقط في الوقت الحالي. اخذ القراءات حاليا برضه نقدر الكتروني، نقدر نوصل القراءات، وكل واحد في مكانه بيقدر يعرف المكان اللي يقدر يبعت صوره العداد بتاعه، حتى لو هو اخطا في القراءه بيقدر يوصلها. وتقدر تسدد الفواتير زي تفضل اللواء ايهاب. اللواء ايهاب ساعد بصراحه يعني العناصر المؤثره جدا واللي احنا اتشرفنا بيها في شركه شباب القاهره، وبنادين بيهم بالفضل في التقدم اللي موجود في قلب شركه وادي النيل بالنسبه لشركه شمال القاهره بشكل خاص. سداد الفواتير بنفس الطريقه بقدر العدادات البري بيد حاليا بتقدر بكروت ال ان اف سي، تقدر حضرتك ببرنامج ابلكيشن بسيط جدا بيبقى موجود على الموبايل، اقدر بعمل فيه محفظه بحط فيها الفلوس اللي انا عايزها وبحطه من خلال الموبايل بدون الرجوع ولا الفوري ولا اي حاجه. فاحنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا بالنسبه لسداد الفواتير. العدادات بدانا من العدادات اللي كانت العادي خالص، حتى حاليا العدادات السمارت ميتر المنظومه اللي لسه كان بيتكلم عنها سياده اللواء ايهاب سعد رئيس قطاع شركه وادي النيل. العداد الذكي عداد يعني اصل من الاصول المنظومه الحديثه بتاعتنا للشبكات الذكيه، بدايه الشبكات الذكيه. العالم كله تطور وتقدم، واحنا يعني بنحاول كقطاع الكهرباء ان احنا نسابق الزمن برضه عشان نقدر نوصل. فالاعداد الذكيه المكون الاساسي للشبكات الذكيه، المحاسبه طبعا كعدد الاعداد الذكي هو نفس التفاصيل بتاعه الاعداد العادي، نفس الاسعار ونفس الشرائح، مفيش حاجه اسمها قرابات شاذه، مفيش استغناء عن زياره المحصلين، امكانيه الشحن عن بعد، سهوله الدفع الالكتروني بالتطبيق اللي احنا لسه بنتكلم عن الهاتف، العدادات تعمل بنظام الدفع المطلق او الدفع الالي، سهوله متابعه الاستهلاك، امكانيه عمل الاعداد في الاتجاهين عند التوافر، تغذيه لو حد ان هو هيعمل منظومه طاقه شمسيه او في طاقه متعدده تخش عشان الاعداد قابل للعمل في الاتجاهين. وبنقدر نشوف مؤشرات الجوده وسهوله معرفه الاماكن، سهوله معرفه اماكن سرقات الطيارات. نقدر الفصل والتوصيل من خلال داتا سنتر اللي كان بيتكلم عنها برضه اللي هو ايهاب، وبقدر افصل واوصل واعرف اماكن السرقات كل حاجه ومن خلال الداتا سنتر يعني بشكل مركزي بقدر اعرف بيه كل تفاصيل الشبكه، حتى العيوب، المشاكل، ارتفاع الجهد، انخفاضه،
اقدر اوصل، اقدر افصل لو في مديونيه، يعني غير الوضع، الوضع الحالي اللي بيكون فيه مشكله بتطلع حمله وناس تطلع، لا العدد الذكي بيوفر كل ده. انا مش هخش في تفاصيل اكتر من كده، بس برضو اللي هو محمد ناصر كان قال ان انا في الكلمه اللي قبل اللي هو الهب، ان استغلينا كشركة، انا كشخص استغليت شيء منظومه المشكله بتاعت كورونا في اني حاولت عملت منظومه الكترونيه، بريد الكتروني خرجنا بيه بره الطباعه والفاكسات، بقت منظومه الكترونيه كامله داخل. بدات في قلب شركه شمال من 2019 اول ما بدات فعلا كورونا، عشان نقلل الحركه بتاعت البوسطه اللي رايحه والجايه والايد اللي بتمسك والمندوب اللي رايح واللي جاي. فبرضه ده من خلال يعني تركيز ان احنا عايزين برضه نساعد الدوله في حصار هذا الميكروب. الحاجات اللي تطرق ليها اللي هو ايهاب فمش هخش فيها تاني. اشكركم واحب بس اقول كلمه صغيره خالص للجيل اللي طالع. امسك في حلمك وخليك براءه. كل اللي انت عايزه هتعرف تحققه. الكلام ده حقيقي 100%. وجودك هنا عشان تشوف الدنيا رايحه لغايه فين، دي اول خطوات النجاح. كل واحد يفضل ورا حلمه هيحققه ان شاء الله. بس لازم يكون في تخطيط ومتابعه. وربنا يوفقكم واشكركم على